الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن سعدنا بإطلاق موسوعة القيادة الإماراتية للاتحاد. تشرفت الموسوعة بأن يطلق عليه سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اسم الاتحاد، وهو امتداد لفكر القائد المؤسس طيب الله ثراه. فكرة الموسوعة أننا نحن في مسيس الحاجة للإرث الفكري للقيادة الإماراتية، سواء في أبحاثنا في مقولاتنا وغيرها، فلا بد أن نكون دائما نستعين بهذا الفكر، نستنير به قادتنا نهجنا. لا شك بدينا العمل في موسوعة القيادة في صيف 2021. اليوم موسوعة القيادة تضم أكثر من 15,000 مادة من الإرث الفكري للقيادة الرشيدة. المتصفح لمنصة موسوعة القيادة الإماراتية يجد يعني مجموعة زاخرة من هذا الفكر أو الإرث الفكري للقيادة الرشيدة. مستمرون طبعا لا شك في تعزيز هذه الموسوعة، ونحن اليوم بدينا شراكاتنا الاستراتيجية مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وكذلك مع وكالة أنباء الإمارات. سوف تكون هناك شراكة استراتيجية للاستفادة من موسوعة القيادة الإماراتية، وكذلك نحن نستفيد لا شك من مصدر أصيل ألا وهو وكالة أنباء الإمارات لاستقاء الإرث الفكري من هذه الوكالة وضمها إلى موسوعة القيادة. ما يميز الموسوعة كذلك أننا نستطيع في موضوع من الموضوعات على سبيل المثال أن تجمع الإرث الفكري لجميع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، سواء القيادة السابقة أو القيادة الحالية. نستطيع بسهولة أن يكون هناك جمع لموضوع معين على سبيل المثال، فهي منصة لا شك أنها تخدم الجميع. المنصة لن تكون فقط في مركز الإمارات الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وإنما هو عمل جماعي لابد أن تكون نابعة من الجميع لأجل الجميع. ولذلك إن شاء الله مستمرين في مسألة الشراكات الاستراتيجية مع وسائل الإعلام ومع مكاتب الإعلام في مختلف إمارات الدولة لتعزيز هذه الموسوعة، ونتمنى إن شاء الله الاستمرار فيها. لذلك تم مؤسستها بحيث أن يكون هناك قسم خاص من ضمن الهيكل التنظيمي في مركز الإمارات خاص بموسوعة القيادة الإماراتية.